السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف، هورب النجف. طبعا والله العظيم ملينا من الحكي، ملينا من المناشدات، تعبنا وتمرضنا وانهجمت في بيوتنا، غير التهديد والوعيد والمحاكم وغيرها. هذا الهور معيش أكثر من 50,000 عائلة، 50,000 شخص صياد، مربي جاموس، مربي أغنام، صيادين من محافظة الديوانية، من محافظة بابل، من محافظة النجف، ثلاث محافظات صيادين، تربية أغنام، تربية جاموس، كلها بهذا هورب النجم. الدولة العراقية من 2010 لهذا اليوم لحد الآن صرفة 60 مليار من المشاريع، من المضخات، من هذا الصخر، بناء هذا الصخر، من التبليط بالأخير، مساحته أكثر من 30,000 إلى 40,000. اليوم صبحنا الصبح بشهر رمضان المبارك، الناس تتظاهر، تعال يا ابو زيد، تعال الحقنا، شك ابويا، والله اعطوا استثمار، اعطوا ال 30 الحكومه 40,000 دونم هديه للمستثمر، واعطوا ال 50 مليار عراقي، صارفين من 50 الى 60 مليار عراقي، من 2010 لحد الان، مضخات اسبانيه وهذا الحجر والتبليط من 30,000 إلى 40,000 دونم على مود المستثمر الكريم. اكيد المستثمر الجديد، اكيد احد اقتصاديات الاحزاب، من يقدر ياخذ 30,000 إلى 40,000؟ من يقدر ياخذ من موازنه الحكومه وزاره الري ووزاره الاسكان ومشاريع عملاقه هنا مبنيه بهذا الهور؟ صارفه من 50 إلى 60 مليار، من يقدر الى مو اقتصاديات وعده ظاهر بالحكومه؟ زين هاي العوالم 50,000 اللي يشتغلون هنا والايدي العامله، يعني 50,000 عائله راح ينقطع ارزاقهم، لان هذا النوب اللي طب لازم بفلوس يريد يسوي السيد المستثمر مسطحات باية، مو هذا ماي واسماك، مو هاي جواميس ودواب ودنيا وناس اغنام وعايشه وزراعه، خوش ناس ارزاق عمي. كل دول العالم الاستثمارات الاراضي الجرداء، الاراضي الصحراويه، اسباق موجوده، جاموس موجود، اغنام موجوده، اراضي زراعيه هنا موجوده، ثلاث محافظات ديوانيه وبابل ونجف عايشين اكثر من 50,000 عائله عايشه على هذا الهور. يجي ليله ويوم عنده والله ظاهر بالدوله، عنده حزب، عنده اقتصاديه بظاهره، يجي تعالوا وقعوا له استثمار. عمي ماكو شيء، ماكو، فرهدتوا البلد، بلد دولة عراقية من ملك الدولة العراقية منذ آلاف السنوات إلى ملك عشرات الأشخاص، وأملاكهم السيارات يفيدون الناس، يفيدون بلدهم، يطلعون الفلوس هاي المليارات إلى خارج البلد. كل دول العالم الأراضي الصحراوية يصرفون زين، هو غير المستثمر يجي يصرف له 40 و50 مليار من جيبه على مود يصير إلى الهور. الدولة تصرف إياه 40-50 مليار، عمي ما قلت شيء، فرهود، والقرآن فرهود، فرهود علني، علني يا أهل المناطق، حلة، ديوانية، نجف، ناحية الحرية والعباسية والزيد والقاسم والمهناوية وكل هاي المناطق اللي حولها، لازم تظاهرون، لازم تصيحون، لازم النواب النجف بالذات المستقلين يا أخواتي فرهود، ما قلت يا أخواني يا أهلي، ما قلت شيء، فرهود علني. هم من 30-40,000 دولهم وهم من 40-50-60 مليار من الدولة العراقية تطوه يا هدية، ما كنتش فرهود يا معودين، يا للنجف، يا سيد المحافظ، كلها كلها لازم تكون وقفة حقيقية، هاي الناس راح يقطعها الجوع. شكرا يا سيدي.